ما يساعد لاحقا في التنبؤ بمرض الخرف وتشخيصه. فقد طور باحثون من بريطانيا والسويد والولايات المتحدة تقنية تحليل الجينات التي ستكون الأولى من نوعها في تحديد سن صحة الأفراد بشكل دقيق، كما من شأنها أن تسمح للأطباء بتقدير خطر تعرض الأفراد لمجموعة واسعة من الأمراض المزمنة والإسراع في تطوير عقاقير جديدة لمرض الزهايمر أو الخرف. قالت مجلة تايم الأمريكية إن سيدة مليونيرة تدعى نيزلي آن ماندل تركت قبل وفاتها في يونيو الماضي مبلغا ماليا يقدر ب100,000 دولار من أجل العناية بطيورها وإطعامها بعد وفاة صاحبتهم. وتقول المجلة إن ماندل أوكلت لابن زوجها ماثيو هيرتسوغ الذي بالكاد يستطيع حفظ أسماء تشكيلات الطيور لكثرتها الوصاية على صندوق رعاية الحيوانات الأليفة، وتركت له تعليمات مفصلة بشأن كيفية رعاية الطيور. وتضيف المجلة أن ماندل التي توفيت في 69 من عمرها كانت أسست شركة ريتش ليست لرعاية الحيوانات، وبلغ رصيدها من المساعدات أكثر من 5,000,000 دولار. كيف تتخلص من كل المنغصات التي تسبب لك الأرق؟ سؤال يجيب عنه الطبيب البريطاني هنري ديدز في مقال له في صحيفة الديلي ميل بعد أن عانى من الأرق وقلة النوم لمدة 8 أشهر. يقول ديدز إنه رفض تعاطي أي نوع من العقاقير والأدوية التي تساعد على النوم لأنها ستزيد من مشاكله عوض حلها، ويضيف بالقول إن كنت تشكو من الأرق فلا تجبر نفسك على النوم، وإن انشغل ذهنك بأفكار سيئة فتعامل معها كأداة للتسلية. ويشير المقال إلى أن 25% من البريطانيين يعانون من قلة النوم، ما يؤثر سلبا على أوزانهم وصحتهم. بهذا نصل إلى نهاية هذه الجولة الأخيرة للصحافة لهذا اليوم، ونعود للحبيب واستكمال ما تبقى من الجزيرة هذا المساء. شكرا لك يا صبرين. شكرا. يتواصل في السعودية تسجيل الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات البلدية المرتقبة في شهر مارس المقبل، وتتميز الانتخابات في دورتها الحالية بالسماح للمرأة بالمشاركة ناخبة ومترشحة. محمد شاب سعودي وجدناه صدفة في أحد المراكز الانتخابية في الرياض، جاء ليسجل نفسه في قيد الناخبين، ورغم إعاقته الحركية فإنه ينشط من أجل إقناع الشباب تحديدا بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، خاصة وأنها المرة الأولى التي يسمح فيها للشباب في سن 18 بممارسة حق الانتخاب. احنا طبعا مجموعة من الشباب سوينا حملة توعوية وتثقيفية للشباب نحثهم فيها على المشاركة في الانتخابات البلدية. احنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، هي تعتبر الأسهل والأقرب للشباب. الدورة الانتخابية الحالية سبقتها جملة من الإجراءات والتشريعات لتلافي نقائص الانتخابات السابقة وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس البلدية المنتخبة. الإقبال الذي لمسناه في بعض المراكز الانتخابية كان محتشما، لكن المسؤولين على العملية يرونها أفضل من الانتخابات السابقة. المسار اللي احنا ماشيين فيه في الانتخابات يسير باتجاه صاعدي، ويعطي مؤشرات جدا إيجابية على مستوى إقبال الناخبين على قيد أنفسهم كناخبين. أيضا على صعيد المرشحين نشهد مؤشرات جدا إيجابية، لا على مستوى مشاركة المرشحين الرجال ولا على مستوى مشاركة المرشحات النساء. ما يميز هذه الانتخابات في طبعتها الحالية هو دخول المرأة للمرة الأولى ناخبة ومرشحة، وهو اختبار لها أيضا في مدى تجاوبها لممارسة حقوقها السياسية والانتخابية التي أثارت جدلا لكنها باتت واقعا بعد صدور قرار ملكي عام 2011 يعطي المرأة السعودية حق المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا. هذه الحركة تاريخية اللي هي دخول المرأة والانتخابات كناخبة ومنتخبة. أنا بالأخير مواطنة سواء امرأة أو رجل، يعني حصلت لي فرصة أني أنا أبادر وأخدم البلد، شيء طبيعي أني بسويها. في هذا المركز الانتخابي يتم تسجيل الناخبين والمرشحين للانتخابات البلدية التي ينتظر منها أن تكون أفضل من الدورتين السابقتين بحكم دخول المرأة للانتخابات من جهة، والتشريعات الجديدة الخاصة بها من جهة أخرى. حاتم غندير، الجزيرة، الرياض.
وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة هاتون أجواد الفاسي، المنسقة العامة لمبادرة بلدي التي تعنى بالانتخابات البلدية في السعودية. مرحبا بك دكتورة. هذه المرة الأولى يعني تشارك فيها المرأة السعودية في انتخابات من هذا النوع، كيف تعاطت السعوديات، كيف تقبلن هذه الفكرة وكيف كان التفاعل؟ الواحد لابد أن يضع الموضوع في سياقه. هذه أول مرة المرأة السعودية تشارك مشاركة كاملة في لتمثيل صوتها عن طريق آلية المشاركة الشعبية. نعم. آلية الانتخابات، والمرأة السعودية تدخل هذه المرحلة وهي تشعر بكل جدية، تشعر بمسؤولية اللحظة التي تصنعها، بمسؤولية التغيير التاريخي الذي تقوم به وتقدمه من خلال مشاركتها، من خلال دخولها كناخبة وكمرشحة. احنا أخذنا 10 سنوات حتى نصل إلى هذه المرحلة، بعد مطالبات طويلة، بعد محاولة لوضع المرأة على الصورة، الاعتراف بأهلية المرأة القانونية، الاعتراف بمواطنتها الكاملة. والانتخابات البلدية تعطينا وتقدم لنا هذه الفرصة. ولكن مع أهمية هذه الخطوة وتاريخية هذه الخطوة، لأن التقرير يذكر أن المشاركة والإقبال يعني للمرأة السعودية كان خجول إلى حد ما، خاصة في المراكز الكبرى، هل هناك سبب لذلك؟ يعني هو يعني غير متوقع أنه الإقبال يكون أكثر من كده. التوعية جدا ضعيفة، وتحرك وزارة الشؤون البلدية والقروية متأخر جدا، وإحنا البيئة السعودية، بيئة المرأة بالتحديد، لم تشهد أو لا تعرف ما هي ثقافة الانتخاب. يعني ناهيك عن الرجل الذي لم يعني يدخل إلى مسألة الانتخابات البلدية إلا برضو من دورتين سابقة فقط. فهي المسألة مرة أخرى ليست بالنسبة لنا يعني كسعوديات أن نأخذ هذه التجربة بكل طاقتنا ولا بكل قوانا. أنا أعتقد أنه حتى لو 1% من النساء السعوديات شاركنا يعتبر هذا إنجاز في حد ذاته. عشان نقنع المرأة السعودية أنها تخرج من بيتها وتصل إلى مركز وتجمع كل الوثائق المطلوبة، يعني هو إنجاز في حد ذاته، إنجاز أنك أنت خليتها تقتنع أنها توصل إلى مركز التسجيل، هتسجل قيدها كناخبة، ناهيك عن كمرشحة أيضا. فهذه كل هؤلاء النساء اللي وصلوا لهذه الآلاف حاليا يعني، وإحنا لسه باقي علينا أسبوع أيضا. نعم. أشكرك جزيل شكر الدكتورة هاتون أجواد الفاسي، المنسقة العامة لمبادرة بلدية، والحديث كان عن الانتخابات البلدية في السعودية ومشاركة المرأة السعودية لأول مرة في هذه الانتخابات. شكرا لك. أهلا. ازدهرت صناعة المسابح في